صباح الخير لكل مشاهدي الام تي في، حنوعدكم مع فقره باتس. واليوم البريد اللي معنا اياها بريد يمكن اذا مش الكلب الوحيد اللي بلبنان موجود معنا، بريد كثير قليل وجودها. الباست هاوند نوع الكلاب يلي مثل ما قلت شكلهم كثير مهضوم وقليلين بلبنان، رح نحكي اكثر عن هالموضوع مع ضيفي جوزيه سفير. اهلا وسهلا فيك. ميرسي. اهلا فيك. اليوم معنا دروبي. يس. يلي هو كلبك. هالنوع من الكلاب يلي مثل ما عم نشوف كلنا سوا كتير سبيشال اللوك، يعني الايد كتير كبيره، الدينين كتير كبار، بس الجسم كتير قريب من الارض. اكزاكتلي. خبرنا شوي اول شيء ليه نقيت تحديدا هيدي البريد وشو اللي بيميزهم عن غير الكلاب؟ هلا نقيت هيدا البريد ات واز كوينسيدنس. كنت عم نبش على شيء لايك بيت بول روتوايلر او كانيكو سوي، شيء كثير كبير هول ستايل تبعي بالكلاب كانت. واز اي واز سيرفينج ذا انترنت لما كنت بكازاكستان شفت وقعت على الصوره تبعه، اي واز لايك او ماي جاد هي سو سويت، وديناه هيك قشتين ووجهه حزين ف ات واز لايك لاف، ما قدرت اقومته وجبته وكمان حياتنا سوا لحد هلا. حلو كثير. له 4 سنين ونص تقريبا عندك. خبرني كيف يعني الواحد يعيش مع الباست هاوند؟ يعني هالكلاب هن مثل ما انا قريت شوي عنهم هن كلاب صيد بالاساس. يس اكزاكتلي. يعني بتصور مع انه ما بتحس هيك لانه بتحسه شوي بطيء ورواق وهيك، كيف العيشه مع الباست هاوند؟ يعني هل هن كلاب مهضومين رايقين عندهم هاي انرجي؟ العيشه مع الباست هاوند هي مثل هو كتير شيء اتيبيك، يعني بتطلع فيه تقول هي شكله كتير غريب. مزبوط. مثلا بكون عم مشي الصبح بيكون في الاولاد طالعين على المدرسه وهيك، بصيروا يطلعوا فيه بطريقه كتير غريبه، بصيروا يقربوا وبيسالوني سؤالات، بحس حالي مثل بالشابرون روج. ليه دينه طوال هيك؟ وليه عيونه حمر؟ وليه اجري قصار؟ مزبوط، هو شكله عن جد منه كتير اعتيادي. فبصير ارجع افسر كل يوم نفس الخبريه، ليه دينه طوال؟ to pick up the sand from the ground. وخاصة في عنده مثل double chin تا كمان كل الريحة تطلع ويقدر يشم كتير، لأنه c'est un chien de chasse و it's a sand hound، يعني بيلحق الريحة من خاره. وأصلا عملوه قصير هالقد low on the ground تا عطول من خاره يضل بالأرض ويلحق البراي تبعه والهيرس. هو بيتصيد ديليافر وكل شيء جيبيه كبير، ريحته قوية وهيك. هلا مثل ما ذكرت اجري كثير قصار، ولكن بالوزن الوزن منه ابدا قليل، يعني ما لازم ننغش ونفكر انه كلب هين، يعني ما بينحمل. اتس ا ميديوم سايز دوغ حسب مين عم بيحمل، انا فيني احمل بس انه هيز وزنه 29 كيلو. بتشوفيها هالقد صغير بس كانه عندك لابرادور بالبيت بس قصين واجرين. كلب بالشكل كثير مهضوم، هل الكاركتر مهضوم؟ اوفر هضامه. اوكي. كثير يعني هو عنا بالبيت سي لو سون دي موند بالنسبة لنا، كلنا بدنا نغنجو وكلنا بدنا نكون اسي زاتونسيون واسي سوان وهيك. هلا عم نشوف انه هضامته واصلة حتى مع غير نوع من الحيوانات، كثير قليل انه نشوف كلب مع اريسون او مع حيوان يعني منه بسينة، منه كلب تاني، كيف هيدي الشغلة؟ هل انت عودتهم على بعض او هن هالكلاب بيتقبلوا حتى غير حيوانات؟ هي سو بيت فريندلي وما عندهم مشاكل because هن like hunting dogs but pack dogs، يعني بيحبوا يكونوا عطول معهم كلاب، عطول معهم منحطين حيوانات. ايه منحطين. ف المشكله اللي بواجهها انه عود غير حيوانات عليه، فمثل ما شفتوا انه كنت انا عم بعود الهيدجهوج الصغير انه ما يخاف منه، بس هو كثير عادي وكثير كول و ما عنده مشكلة. ابن بيو يعني هي بحب الحياة. اصلا عم نشوف هلا قديش هو كول ورايق، ولكن كمان بنفس الوقت هالكليب بحاجة لانه يظهروا من البيت. أكيد. ما لازم ننغش ونفكر انه لانه هالرواق اللي شايفينه هالكليب فينا ما نظهرهم وما نمشيهم. لا لا مجبور يظهر، مثل ما عم تشوفوا هلا هون قد ما كنت زهقان انا وياه لما كنا مسافرين. I used to do tricks with him وعلمه قصص وهيك. بس هالرواق اللي هل يعني التدريب الباست هاوند هالقد سهل؟ يعني كثير صعب. أوف. انا كان عندي كلاب بحياتي كثير قطع علي، سويس شيبرد، بيت بولز، روتوايلرز، بس ولا مره كان عندي مشكله معه تدربه لانه كثير راسه قاسي، يعني مثل بزنس مان. شو بيطلع لي من الخبريه؟ اذا فيها شيء اوكي بعملها، اذا لا خلص بلاها. مثلا هون
علمته يدب غراضه. وكيف قدرت تقنعه؟ يعني اليوم اذا قررنا نجيب نوع هالكلاب، كلاب صعب ان ندربهم، كيف ممكن نخليهم يتفاعلوا معنا؟ بدي كثير بوزيتيف رينفورسمنت وبيشنس، و بدك تشتغلي معه. صعب كثير مهذب بس بيدب غراضه. انا ما كنت دب غراضه انا صغير، هلا صار هو عم بدب عنك. انا حاسه اذا كنا عم نحكي شوي عن قصه انه لازم يظهروا من البيت، في معنا مجموعه من الصور بتفرجي قديش كلبك. يعني اليوم بدنا نذكر انه دروبي عنده فيسبوك بيج، وانا هيك تعرفت عليه، وعنده كثير فانز. ذا دروب، ذا دروب. فاذا ذا دروب اذا بنشوف بالصور على السوشيال ميديا هيز افريوير، يعني اسم الله عليك بتصور مخصص كثير من الوقت لتقدر عن جد تلبي احتياجاته. هل هو هالقد بحاجه لانه يظهر؟ في كثير ناس مثلا بيجيبوا كلاب. هلا انا مبسوطه صراحه بهذا الصوت اللي هلا عم نسمعه سوا، لانه بيقول هيز فيري فوكال، بتسمعه مش تعويه طبيعيه، بيرندحها وبيشوطحها وهيدا الشيء ممكن كمان ببعض الاحيان يكون مزعج لبعض الاشخاص. بقى انا مبسوطه، بدي اقول له لاديب ثانك يو لانه عم يساعدنا يعمل هيدا الصوت. بس عن جد انا كان بدي، لانه من القصص والريفيوز بيقولوا انه في كثير عالم بيتخلوا عن الباسيت هاوند لانه بيعوه. وحيالله كلب، في كثير مثلا كلاب بكبون على الطريق، قال ايه لانه الكلب بلش يعوه. طيب جايبين كلب ما راح ينوي او ما راح يغني العتابه، بده يعوي الكلب طبعا. اذا ما عوي ما بيكون كلب 100%. بس انه كمان اليوم كنا عم نحكي عن قديش عم ياخذ من وقتك. بياخذ كثير وقت. مثل ما عم تشوفوا بالصور هي سو اكتف، بيشوفوه بالموفيز انه كثير ليزي وليد باك وهيك. انا بالبيت مثلا لما يكون جو رايق بالبيت بفوت على الباسكت تبعه بينام، بس اذا ما طلعتيه بالنهار ومشيتيه وركتيه وهيك رح يضل عم بيعوي مثل هلا، انه هي نيدز في طاقة لازم يفضيها. انه يفضيها. ورغم انه ما لازم ننغش بالرواق اللي عنده اياه. يعني كل هاللوكس اللي عم نشوفها اليوم لدروبي هن بتعني كمان انه عنده توليرنس عالية ليتحمل. بس يمكن لانه هالكلب از تريند من هيك يمكن عم تقدر توصل معه انت ل هيز تريند وويل بايد، يعني اعطوا له هاف لوت اوف تريتس تعطيه اياهم. اوكي، ديكو مشان هيك بيشتغل معي هيك. بما انه عم نحكي عن التريتس وقبل ما يدهمنا الوقت، هالكليب برون انه يكونوا كثير اوبيز. خبرني شوي قصه الاكل مع دروبي. They are prone to be obese وهي بتأثر مشكلة بتصير على ظهرهم، لأنه مثل ما شفتيه رايح بالطول الكلب. مزبوط. ديكو بالبيت أول ما رجعت على لبنان، الفيرست رول كانت بالبيت ممنوع حدا يعطي شيء. عنده أكله بياكل على الترم، بس حتى لو مثلا طلع فيكم لأنه اللوك تبعه بيخليك حبيبي شو بدك و I can give you everything back. ما لا you shouldn't fall for it. So بياكل على الوقت، وإذا عمل شيء good في عنده traits، وغير هيك ممنوع. سو في نظام، والا هالكلاب فيها يصير عندهم مشاكل. بالعائلة هل هن بحبوا الاولاد؟ يعني شفنا انه بحبوا الحيوانات، بحبوا الاولاد، بحبوا عائلتهم. كثير بحبوا الاولاد، وكثير كثير توليرنت، يعني فيك تعملي شو ما بدك بالكلب، حتى اذا ولد صغير حط ايده بتمه وسحب له لسانه ما بيعمل له شيء. حلو كثير. نحن عم نشوف هلا بعض المشاهد له مع غير حيوانات. كمان يعني مثل ما عم نحكي عن التوليرنس اللي عنده اياها، هون عم نشوفه مع ارنب. يمكن الارنب منه واضح، بس انه الواضح انه كلب بيقدر يتاقلم مع كثير من العالم. وانت كمان بتظهره كثير ومع كلاب ثانيين ومع عالم من هو صغير عودته هيك تكون سوشيال مع الناس مع الانيمالز. الكلاب يلي عندهم هالقد حاجات اليوم مثل ما ذكرنا بالاول، معقول انه نتخلى عنهم؟ اذا بدك تعطي نصيحه للمشاهدين اللي عم يحضرونا اليوم ويمكن حبوا هالبريد وعبالهم انه يجيبوها، شو هي النصيحه اللي بتعطيهم اياها؟ نصيحتي لهم اذا بدهم كلب ما يعوي، اذا بدهم كلب ما يجوي وبر، اذا بدهم كلب ما يجوي سلايفا because they drool a lot لانه عندهم تشيكس تبعهم وايد. مزبوط. اذا بدهم كلب ما تطلع ريحته بالبيت، بنصحهم يجيبوا حجرة لأنه they won't be able to have a dog ومنهم على قد المسؤولية. بياخذ كثير من وقتكم ومصاري، كمان في مصروف مصاري غير الأكل، في التريتس، في الطبابة، في كل شيء. كأنه عندك كيف كأنك عم تتبني ولد لهالدرجة.
وهو المشكل بالكلاب انه بضلوا ولد، يعني بضلوا متكلين علينا وبضلوا بحاجه لنا وما بيقدروا يعملوا الامور لحالهم. وانا كمان يعني بدي ادفع هذا الموضوع لانه من يعني كثير انا اذا بشوف هالكلب بقول بدي، ولكن بعد ما قعدنا انا وياك وخبرتني شوي عنه ومن بعد ما شفته ما بقدر يكون عندي هيدا نوع الكلب، لانه الواضح منه سهل ولا بالحجم ولا بالاعتناء، بده سبيشال اتنشن. يعني كنت عم تقلي دينين نازلين بيعملوا التهاب، يعني حتى فصيل يعني بدك نطفيله اياهم توايس ويك، لانه بيلم كل شيء الغبره على الارض، كلهم بيلمون بحطهم بدينه، مش قصد يعني، بس انه على طول بالارض على طول قراب على الديرت وستاف لايك ذس. باختصار كلب كثير مهضوم، في صوره كمان يا ريت هلا بنشوفها سوا. هيك كان بلبنان على الفات. ايه وهون بنشوفه كمان مع الفات، كلب مهضوم عنده توليرنس عاليه، ذكي، تريننج تبعه منه سهل ولكن نقدر نوصل لنتائج مثل ما شفنا بالفيديوز اللي عندك اياه، ولكن كمان حاجته كثير كبيره. جوزيسفير بدنا نتشكر وجودك معنا. انا بتشكركم. اهلا وسهلا فيك. وكمان دروبي المهضوم يلي كمان كان كثير رايق وكان سمعنا صوته، إذا نحن بننزعج من الأصوات الغريبة منه الكلب المناسب لنا، ولكن بالمقابل قلت لي إنه بيعطي كتير حنان، بيوزع حنان على كل العائلة. فإذا مشاهدينا هيدا الباست هاوند، إذا حبيتوه فيكم تجيبوا هالكلب، ولكن ما لازم تاخدوا بعين الاعتبار كل الأمور يلي خبرنا عنها جوزي. هيدا كانت حلقتنا بباتس ام تي في ألايف، متابعة بعدد كبير من الفقرات، وقفة كتير سريعة ومتابعين.